هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جايبه قراءه عاطفيه لبرج الميزان، رح احاول احكي فيها عن مشاعر الحبيب، نواياه، مستقبل العلاقه بينكم. كذلك رح احاول اتحدث عن العزاب، هل في شخص جديد بحياتهم او لا. هذه القراءه تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع برج ميزان، وممكن انه القراءه تكون عكسيه. اوكي، بالنسبة لطاقتك يا برج الميزان، عم شوفك حاليا كأنه عم تكتشف اشياء جديدة او عم تتعلم اشياء جديدة، كأنه انت صار عندك وعي روحي كيف تتعامل مثلا مع الشريك او كيف تتعامل مع العلاقات بشكل عام. عم شوفك صارت عندك القدرة، او حاليا عم شوفك يعني علاقتك بتمر من اختبار كتير كبير. هالاختبار رح يخلي هذه العلاقة أمتن أم رح يخليها رح تنتهي. أوكي، بالنسبة لطاقة الشريك كذلك، عم شوفه كأنه كنتوا مبتعدين. أوكي، وهلأ في بداية جديدة، كأنه في صلحة يا برج الميزان. عم شوفك عم شوف الشريك في صلحة معك، ينوي بداية جديدة، وعم شوف في فرح وسعادة أنت وياه. بالنسبة لمشاعرك، كأنه أنت بتحاول تغير من طباعك، كأنه أنت حاليا بتغير من إذا كنت من الأشخاص المتعلقين بالشريك، أو من الأشخاص اللي مثلا تتعلق وعندك حب كتير قوي للشريك، صاير عم تشتغل على الموضوع، صاير عم تشتغل على العلاقة وعلى عواطفك أكثر. بالنسبة لمشاعره، هذا الإنسان اختبر كذا شيء بحياته. لما ابتعد عنك حس بفقدان لإلك، شعر كأنه قلبه فارغ من المشاعر، من كتير أشياء، كأنه أنت كنت عم تعطيه طاقة حلوة وجيدة، وكان عم يحس بالأمان لما كان معك. أوكي، بالنسبة له، عم شوفه على هذا الإنسان ابتعد وحس ببعدك، وحس كذلك حتى بقيمتك يا برج الميزان. بالنسبة للأشياء اللي ما بتحبها فيه، ممكن يكون شخص سليط اللسان، وحدا يعني بيراقبك، بشك فيك، عم يسأل عنك، عنده شك وغيرة شديد. لهيك أنا عم شوف أنه طلعت عندي ورقة الشيطان بطاقتك. ممكن هذا الشخص سليط اللسان، شخص متحكم، شخص يعني يريد التحكم فيك يا برج الميزان. حدا عم يشك فيك، عم يسأل فيك إذا أنت مثلاً بتخونه أو هذه الأشياء عم تخليك أنت يعني منقهر ومتألم جداً. أوكي، بالنسبة للأشياء الإيجابية اللي بتحبها فيها برج الميزان، عم تشوفه على أنه شخص عنده أحلام، عنده أهداف للمدى البعيد، كتير ناجح وكتير واصل لأهداف جميلة. عم تشوفه شخص مثابر ليحصل على كتير أشياء. أنت بتقدر بالرجل أو بالشخص الذي معك أنه يكون حدا طموح جدا، أنه يكون حدا قيادي وناجح بحياته، ما بتحب الشخص الفاشل بالحياة. بالنسبة للأشياء اللي ما بيحبها هو فيك، ممكن عم يشوفك شخصية حالمة أكثر منها واقعية. بيشوفك شخص منك واقعي، وبيشوفك شخص عم تبكي على الأطلال وعلى الأشياء اللي مرقت، ما عم تطلع على المستقبل. ممكن أنتو ممكن عم تجيب له سيرة الماضي، دائماً عم تقول له أنه أنت جرحتني، أنت ألمتني، دائماً سيرة الماضي وجرح الماضي وكلام الماضي عم تجيب له سيرته. دائماً عم تتكلم عن الخيانة اللي خانك إياها، تتكلم عن النساء أو الأشخاص الآخرين اللي يعني اللي ممكن كان عم يحكي معهم وانت معه او خانك. دائما كنت عم تجيب سيرة الماضي، ممكن كانت مشكل
بعلاقة ثلاثية، أو كنت عم تحس أنه في خيانة، وهذه الأشياء أثرت على العلاقة، خلت العلاقة منها جيدة. هو بيشوفك على أنه أنت عم تبالغ وأنت ما عم تنسى الماضي. هو بده بداية جديدة، أو بده يغير من حاله، بده يغير من كتير أشياء. ممكن ما كان بالأول جدي معك، وما كان بالأول صادق معك، كان عم يكذب وكان عم يتلاعب، بس هو عم شوفه لما ابتعد عنك وحاول يعني يبرم ظهره ويحكي مع كذا شخص، حس أنه محتاج لك يا برج الميزان، محتاج لقربك. لهيك حاول انه يرجع ويصلح الامور اللي كانت عالقة بالماضي. اما بالنسبة للاشياء الايجابية اللي عم يشوفها هو فيك، عم يشوفك the impress، يعني الانسان الجميل جدا. ممكن تكون انت تتصف بالجمال، مو بس الجمال، حتى الشكلي، الجمال الشكلي والداخلي كذلك. عم يشوفك الحياة صارت أحلى وأجمل لما أنت بحياته. أوكي، صراحة أقدر قيمتك وأعرف أنه أنت شخصية غير. بالنسبة لنوية، ممكن إذا هو هالطاقة اللي عم تطلع عني أنه رجع لإلك، إذا ما كانت هذه الأمور تحققت بالوقت الراهن، فممكن بفكر انه يرجع لإلك، بس هذه الرجعة رح تكون بعد إلقاء سيناريو كتير طويل عليك، انه ليش تركتني وليش انت عم تحكي مع حدا. اذا كان هو بخصال الشخص اللي بشك واللي بيغار بشدة، فهو لازم يحكي لك كلام هيك شوي جارح، وانه انا بحبك وكذا وكذا، ورح يلومك. اوكي، رح يلومك على كل شيء، حتى لو ما كنت عملت انت ولا شيء رح يلومك عن هذا الشيء. اوكي، اما بالنسبة اذا انتوا رجعتوا لبعض وكل شيء، ممكن يحصل خلافات على اشياء مثلا تتعلق بالغيرة وتتعلق بالمراقبة. ممكن يراقبك على السوشيال ميديا ويقول لك ليش بتحكي مع حدا، او ليش اونلاين حاليا، وهيك يعني بهذه الامور. بالنسبة لك نواياك يا برج الميزان، عم شوفك بدك ثبات، بدك استقرار، ما بدك هذه مرة في مشاكل، مرة في هدوء، ما بدك استقرار كتير بالعلاقة. كأنه أنت ما عندك قدرة أنه تضل بهذه الأمور أو تضل بهذه المشاكل. عم تحسها أنه بتاخذ من وقتك وبتاخذ من طاقتك كذلك، بتاخذ من الإنرجي تبع العلاقة. ممكن توصل لمرحلة يا برج الميزان ما يكون عندك طاقة أنه تعطي أكثر بالعلاقات. أوكي، بالنسبة للأشياء اللي أو الخطوة القادمة بالنسبة لهذا الشريك، هو بفكر بحل، بفكر بحل. إذا ما يعني ما طلب السماح منك، هو بفكر بهذه الخطوة إلى الأمام. بفكر إنه كيف يحاول يحكي معك، كيف يعمل هذه الخطوة، لأنه يعني بحس حياته كأنه صارت عبارة عن جفاف وبؤس، وكتير عم يفكر فيك، عم شوفه عم يفكر فيك وعم يفكر كيف رح يعمل هذه الخطوة. بالنسبة للمستقبل، العلاقة عم شوف العلاقة رح تمشي بمستوى جيد. أوكي، إذا كانت العلاقة سيئة بالوقت الحالي، فالعلاقة إن شاء الله بالمستقبل رح تكون متوازنة. هذا الشخص عن جد عم شوفه تغير، بده إنه يغير من حاله، يغير من العلاقة، بده كذلك هو استقرار بالعلاقة. إذا هو حاليا مبتعد عنك، فأنا عم شوف بالمستقبل البعيد، أو يعني العلاقة من بعدين، عم شوفها تقول إلى شيء جيد. عم شوف العلاقة مستقبلها جيد، وفيها عدل وفيها توازن أكثر، فيها أخذ وعطاء، فيها كوميونيكيشن، فيها رح تتحسن العلاقة إلى أحسن. أوكي، عم شوف هالورقة بتقول لك مغازلة، كأنه هالإنسان رح يغازلك بكلام حلو، رح يعني رح يتقرب لك بكلام جميل، يبعث لك مسج حلو، يطلب السماح منك، يقول لك إنه أنا بحبك وما قدرت أنساك. مثلا عم شوفه بقول لك انه افتح طاقتك الطيبة لناس اخرين. اوكي،
انا عم شوف على انه بيقول لك انه هذه العلاقه او هذا الارتباط حاليا يختبر، انا كانه يمر من اختبار. ممكن هذه الحالات اللي عم تشعروا فيها وهذه الاخذ الرد بهذه العلاقه هو اختبار للعلاقه، لمتانه العلاقه، لقوه العلاقه، هل راح تضلوا مع بعض او راح تنهوا العلاقه. كمان عم شوف انه بيقول لك بيتر سويت، اوكي، كانه العلاقه فيها مرات بتكون حلوه، مرات بتكون فيها مشاكل، يعني العلاقه فيها اخذ وعطاء، وفيها مرات حلوه مرات سيئه، وهيك يعني الحياه عامه. بقول لك انه لازم تآمن بالحب، تآمن بهذا الشخص، تآمن بكتير اشياء. العلاقة مستقبلها جيد، عم شوف مستقبل العلاقة جيد، بس الوقت الحالي لازم تشتغلوا على العلاقة، لازم تشتغلوا على مشاكل العلاقة. عم شوفها ليست علاقة بالسهلة، بس عندها مستقبل جميل. اوكي، بالنسبة للطاقات عم شوف برج الميزان، عم شوف برج الجدي، برج الدلو، اوكي، ممكن حتى برج الحمل عم يطلع بهذه القراءة، اوكي. عم شوف كذلك حتى برج القوس، بس عامة الطاقات الهوائية كتير واردة، والطاقات الترابية والنارية نارية بشدة كذلك. تقريبا كل الطاقات ما رح نكر، حتى المائية عم تظهر. بالنسبة للعزاب، عزاب برج الميزان، عم شوفهم رح يتقدم لهم شخص ممكن يكون من برج الحوت، وهذا الشخص ممكن كان شخص من الماضي. هالشخص شوي طاقته صعبة، أو شخص غيور جدا، ممكن يكون برج العقرب، وهذا الإنسان يعني نيته جميلة، نيته أنه يكون بزواج معك، أنه يعمل علاقة طويلة الأمد. هذا الشخص رح يطلب السماح منك، عم شوف شخص من الماضي يعود، ممكن كذلك حتى يكون برج الثور، أوكي، بس هالرجعة رح تكون بشكل جيد، رح يكون فيها أخذ وعطاء، رح يكون فيها كوميونيكيشن، رح يكون فيها وئام كثير أحسن من قبل. عم شوف الطاقة مثل العزيب، مثل الناس المرتبطين، رح يكون مستقبل العلاقة إذا أنتوا رجعتوا لبعض وأنتوا تصالحتوا، إذا كان عندكم هالطاقة وإذا كانت عندكم القدرة أنه ترجعوا لهذا الشريك. عم شوف أنه الطاقة أو المستقبل العلاقة رح يكون جيد أحسن من دي قبل، أوكي. كل المشاكل اللي كانت بيناتكم رح تتوازن، رح تنعدي الأمور إن شاء الله. اوكي، هيدا كل شيء كان بالنسبه لبرج الميزان. بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.